ولا بي ولا دي ولا هل اس ولا بي ولا دي ولا اف؟ تمام، يبقى تاني يعني هو ما. عايز اكتر مثلا لو 1 بي و 2 بي وكده. ايوه، هو بيبص دلوقتي الفعل اللي موجوده، الفعل متوفره اللي هي بيكون فيها عدد اكبر من العناصر، هتكون انهي الاف اللي فيها عشان عدد فيها اكبر من العناصر؟ 14. ايوه، الاس هنا المفروض فيه اتنين يعني في عنصرين، الاس فيه عنصرين، طب والبي فيه 6 والدي فيه 10 والاف فيه 14. يبقى انا في الدوره السادسه، في الدوره السادسه هيكون دخل عندي الفور اف، والفور اف دي لوحدها ب 14. تمام، يبقى انا عندي في الدوره السادسه هيكون دخل معايا مين؟ الفور اف، يبقى الفئه اف موجوده. تمام، لما الفئه اف موجوده بتضم كام عنصر هي في الدوره السادسه؟ 14. وبتضم كام عنصر في الدوره الخامسه؟ بيكون فيها الفايف اف برضو بيكون 14 عنصر. يبقى دي في الدوره السادسه، ودي في الدوره الايه، ودي في الدوره السابعه. تمام كده، تمام. مين عنده تفاصيل عايز يسأل عليها قبل ما ندخل في انواع العناصر؟ يعني هو لو قال الدورة مثلا الدورة الخامسة هتبقى دي. الدوره الخامسه هيبقى الدي مش البي، البي 6 الدي 10. تمام. تمام، لو قال في الدوره الثالثه، الثالثه هيكون لسه الدي ما دخلش، يبقى هقول له بي. قال في الدوره الثانيه هقول له بي. تمام، مش مس نعم حبيبي، هو احنا كده هنحفظ عناصر اهلي فئة ولا مثلا الدورة كام ولا كده؟ لا قولي تاني. لا، هنحفظ عناصر اهلي اللي هي مثلا في الدورة الكام او في الفئة الكام او كده. انت هتحفظي الفئة بس، يعني ايه يعني مثلا الفئة دي فيها كام عنصر؟ لو هي مجموعة مميزة مثلا المجموعة دي اسمها ايه؟ لكن مش هتحفظي ترتيب العناصر بعددها الذرية، لا. اصل يعني بس في السؤال اللي قبله كان بيعتمد على حاجة زي كده اللي هو لازم ابقى عارفة ان ال SC وال ZN مثلا هما الاتنين عندهم 3D، فعشان لا اعرف اجيب لا عدد كام لازم ابقى عارفاهم. لا لا، ركزي في السؤال الاول. بصي السؤال بيقول لك، انا قلت لك ان احنا ممكن في بدايه السلسله ان احنا نعرف بس السلسله تبتدي من ايه وتنتهي في ايه. ده الكلام ده سهل، يعني مثلا لما اجي اقول لك السلسله الانتقاليه الاولى تبتدي بايه وتنتهي بايه، اظن دي يعني سؤال مش صعب ان احنا ما نحفظوش. يعني انا بلاش، انا نفترض ان انا مش حافظه، هو مش كاتب لي هنا عدد ذري، هنا كاتب لي 21 وهنا 30، صح؟ نفترض ان انا مش حافظه، حلو، اروح كاتبه هنا الاسكندium 21 واوزعه. تمام، لما اجي هوزعه هلاقي اخر مستوى فرعي عندي 3 دي 1، يبقى كده انا هعرف نقطه العنصر ايه. تمام، عندي مثلا زد ان 30، اجي اوزعه هينتهي عندي ب 3 دي 10، يبقى انا برضو عرفت نوع العنصر ايه. تمام. تمام، وبعدين هو عايز لعدد الكم دوت عايز ان وال بس، يعني عايز الرتبه اللي هو الرقم اللي قدام المستوى الفرعي، وعايز ال اللي هي لو انا عندي دي يبقى 2، لو بي يبقى 1، لو اس. تمام كده، ماشي. تمام يا مس. عندي سؤال يقول قبل ما ننقل على النقطه اللي بعدها، طيب هنيجي هنا انواع عناصر الجدول الايه الدوري. انواع العناصر عندي ايه؟ انواع العناصر هنا انا بيكون عندي الجدول كده، انا بعمله بشكل كروكي كده، شكله لطيف، بيكون شكله يعني ما يعني مرن كده. بلاقي ان انا عندي اول مجموعه هبتدي ادرسها هي الغازات الخامله او المجموعه الصفريه، دي اول حاجه انا بدرسها. طب ليه؟ عشان العناصر دي متميزة في إن هي عندها خمول في التفاعل الكيميائي، وبيكون ليها ميزة تانية. إيه هي؟ إن بيكون مستويات الطاقة بتاعتها كلها مكتملة بالإلكترونات، ما عندهاش ولا مستوى نصف مكتمل ولا مستوى ربع مكتمل، كل مستوياتها ممتلئة بالإيه؟ ممتلئة بالإلكترونات. في سؤال مهم يجي يقول لك إيه؟ مثلا نجيب غاز خام زي النيون،
بيقول لك الغاز دوت، الغاز دوت فيه كام اوربيتال نصف ممتلئ؟ ما تجيش انت تقول لي اعمل توزيع الكتروني، انت بتوزع غاز خامل، انت بتوزع غاز ايه؟ غاز خامل، يبقى ما تقوليش ان فيه قد ايه غير مكتمل. يبقى احنا عندنا الغازات الخامله دي اول نوع في انواع العناصر. ليه بقول عليها، ليه بتكلم عنها اول نوع؟ لانها انواع مستقره موجوده في اخر عمود في الجدول الدوري على يمين الجدول الدوري، بيكون اسمها المجموعه الصفريه لو انا بتكلم على الترقيم التقليدي، لو الترقيم الحديث هتكون المجموعه 18. طيب ليه سميتها مجموعه صفريه؟ لان تكافؤها يساوي صفر، يبقى التكافؤ بتاعها صفر، وهي عناصر تكون مركبات بصعوبه. في حد يقول لي يا مس العناصر الخامله ما بتتفاعلش اصلا؟ لا، هي ما بتتفاعلش في الظروف العاديه، لكنها تكون مركبات بصعوبه. تمام، يبقى هي ما بتتفاعلش في الظروف العاديه، ده ماشي صح، لكنها تكون مركبات بايه؟ تكون مركبات بصعوبه. طيب نبتدي نتكلم على الغازات الخامله، نشوف هو عايز يقول لي ايه على الغازات الخامله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنيجي اول حاجه، الغازات الخامله دي هلاقي بالترتيب هي هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. يبقى هيليوم ونيون وارجون وكريبتون وزينون وايه ورادون. هلاقي الفئه دي، ده من الفئه دي يعني التوزيع بينتهي بالايه، ينتهي بالبي 6، ينتهي بالبي 6، زي مثلا هنا بي 6 كده، وبعدين عندنا دوت لو هنقول 2 بي 6 يبقى نيون، لو ارجون هيبقى 3 بي 6، تمام، لو كريبتون هيبقى 4 بي 6، لو زينون هيبقى 5 بي 6، وهكذا. تمام، طيب نيجي هنا تشغل المجموعه دي المجموعه الصفريه. ليه بقول على صفريه؟ زي ما قلنا ان هي تكافؤها صفري، وانا بملى المستويات بتاعتها لقيت ان جميع المستويات ممتلئه، مفيش عندها ولا اوربيتال فيه الكترون واحد، باستثناء مين؟ باستثناء عنصر الهيليوم. عنصر الهيليوم ده تملي كل الاستثناءات موجود. ليه؟ لان هو توزيع الكتروني من الفئه اس، ولكن بيتحط في الجدول في الفئه بي، فبيكون شاذ في جميع الحالات. طيب هنا العناصر النبيله تكون مركبات بصعوبه بالغه. ليه تكون مركبات بصعوبه بالغه؟ ماشي، هقول له يبقى هنا عشان عشان هي عناصر مستقره وتتميز بامتلاء ايه؟ جميع مستويات الطاقة في ذراتها بالإلكترون. يبقى تتميز بامتلاء جميع مستويات الطاقة اللي في ذراتها بالإيه؟ بالإلكترونات. طيب نيجي ناخد مثال تاني. طيب بعد كده في عندي سؤال، إذا كان عدد الكم الرئيسي لآخر إلكترون في ذرة عنصر نبيل هو N بتساوي 3، عدد الكم الرئيسي N بكام؟ N ب3. طيب فما عدد الأوربيتالات الممتلئة بالإلكترونات في هذه الذرة؟ أنا عايز أعرف عدد الأوربيتالات الممتلئة، وأنا عندي عدد الكم الرئيسي لآخر إلكترون في ذرة عنصر نبيل يعني غاز خام، هتبقى ان بايه؟ ان ب3، يعني بينتهي فالأرجون ايوه 3 بي 6، برافو عليك، وكمل كل اللي ايه اللي موجود قبليه. تمام، يبقى انت هتتكلم هنا 3 بي 6 اهو، وهتبتدي تكمل اللي قبله، يبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6، برافو عليه اللي قال الارجون، لان الارجون هو اللي في مستوى الطاقه الرئيسي الثاني. وبيكون عدد الاوربيتالات الممتلئه كام؟ اجي اقول له الاس فيها واحد، اس فيها واحد، البي فيه ثلاثه، الاس فيها واحد، البي فيه ثلاثه، يبقى انا عندي ثلاثه وواحد، اربعه، اربعه وخمسه، يبقى تسع اوربيتالات ممتلئه، يبقى انا هختار ده. حد مش فاهمها؟ لا ها يا تمام، شباب؟ ما يهمنيش. طيب ندخل كده في الجزئية اللي بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاول واجب الاسبوع، واجب الاسبوع دوت تجيب، ماشي؟ حاول واجب الاسبوع يجي لي، عايز اشوف اسئله الدرس هتجاوبوها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا ما عدد الغازات النبيلة الطبيعية التي يكون فيها الأوربيتال 1s ممتلئ بالإلكترونات؟ دلوقتي أنا عندي الغازات النبيلة الطبيعية اللي هي إيه؟ يعني يقصد اللي هي مش المشعة، فالطبيعية اللي مش مشعة هتبتدي معايا من أول الدورة الأولى لحد الدورة السادسة اللي هو الرادون. يبقى أنا عندي الغازات الخاملة إيه؟ عندي هيليوم، وعندي نيون، وعندي أرجون، وعندي كريبتون، وعندي زينون، وعندي الرادون. يبقى أنا عندي كام غاز خامل؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى أنا عندي 6 غازات خامل، يبقى هختار ده. الست غازات خاملة أهو هنتكلم فيها دلوقتي أهوت هنا، بس كمان هم المفروض معانا كمان الرادون. يبقى هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، ورادون في الدورة السابعة المفروض. 1 2 3 4 5، تمام ماشي لحد كده. تعالوا بس نركز في اللي جاي، طبعا زي ما قلت لكم كده يبقى 6. طيب نيجي نتكلم على العناصر الممثلة. العناصر الممثلة هنا أنا بتكلم في نوعية العناصر، ونوعية العناصر تختلف عن الفئات. هي الفئات بتحدد إيه؟ الفئات بتحدد مستوى الطاقة الفرعي الأخير اللي أنا بوزع فيه الإلكترونات. يبقى الفئات بتحدد إيه؟ مستويات الطاقة الفرعية الأخيرة اللي أنا بوزع فيها الإيه؟ الإلكترونات، تمام؟ طيب لما أجي أقول العناصر الممثلة، إيه العناصر الممثلة اللي عندي؟ هتكون عندي عناصر الفئتين، عنصر من S وعنصر من B. يبقى عناصر الفئتين كل اللي في الاس وكل اللي في البي، بس مش البي كلها ما عدا المجموعة الصفرية. يبقى انا عندي المجموعات اللي موجودة في العناصر الممثلة هتبقى من اول مجموعة 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A. يبقى عندي كام مجموعة؟ هلاقيها من 1A ل 7A، يعني 7 مجموعات. طيب ايه اللي بيميز العناصر الممثلة عن باقي العناصر؟ ان هي بيتوزع جميع مستويات طاقتها بالالكترونات ما عدا اخر مستوى طاقة رئيسي. يبقى جميع مستويات الطاقة في ذراتها بالالكترونات ايه؟ ممتلئة ما عدا اخر مستوى طاقة رئيسي. وطبعا بتكون عناصر نشطة. احنا عندنا بقية عناصر الجدول الدوري كلها نشطة، اللي هي بقيتها اللي هي غير الغازات الخاملة. اي حاجة تانية هتكون نشطة. طيب تميل الى فقد او اكتساب الالكترونات او المشاركه بها للوصول للتركيب الثماني. يبقى طالما عندي العنصر النشط او مجموعه العناصر النشطه، يبقى بتحب تدخل ايه؟ تعمل تفاعل كيميائي عشان توصل لوضع الايه؟ لوضع الاستقرار. بتعمل تفاعل كيميائي بتعمل ايه؟ بتعمل فقد الكترونات او اكتساب او مشاركه علشان توصل بالتركيب الالكتروني لايه؟ لاقرب غاز خام له، اللي هو 1s2، بعد كده ns2، بعد كده nb6. يبقى انا عندي صوديوم 11 1s2 2s2 2b6 3s1. لما يجي يفقد واحد الكترون هيفقده من الايه؟ من ال 3s1. لما هيفقده هيتحول لصوديوم موجب واحد، يبقى 1s2 2s2 2b6. تركيبه الالكتروني هيكون نسخه من الايه؟ نسخه من غاز الخامل اللي هو النيون. تمام؟ في أي حاجة قلتها النهاردة حاسين إن أنتم مش فاهمينها؟ ها يا شباب، في حاجة اتكلمنا فيها النهاردة حاسين إن أنتم مش فاهمينها؟ مش طب يعني قول احنا ليه طب بنخليها S1 من شفت إيه، قول تاني. ليه 3 S1 ليش النخ؟ إحنا هنا ده فقد إلكترون، يعني ده داخل تفاعل كيميائي عشان يفقد إلكترون. ليه بيدخل تفاعل كيميائي؟ علشان يبقى تركيبه شبه تركيب اقرب غاز خامل. طب هو تركيب اقرب غاز خامل ده حلو في ايه؟ في ان هو بيخليه اكثر استقرار. يبقى انا الالكترون الذره كلها بتحب تكون مبسوطه امتى؟ لما يكون كل مستويات الطاقه بتاعتها مكتمله بالالكترونات. اول ما تكون كلها مكتمله بالالكترونات تبقى الذره دي مستقره.
فالعناصر النشطه اللي هي العناصر الممثله ممكن تلاقي في مستوى طاقتها الاخير الكترون واحد، فطبعا ده مش مكتمل، فتعمل ايه؟ تفقده. لما تفقده تتحول الى ايون موجب ويصبح تركيبها الالكتروني ناقص الكترون، يبقى مستوياتها كلها اصبحت مكتمله شبه الغاز الخام. تمام. تمام. في اي حد في حاجه حد كده مش فاهمها؟ طيب خليكم حافظين وقفنا لحد فين، وحلوا الاسئله بتاعه الدرس لحد الجزء اللي احنا خدناه. يبقى احنا كده وصلنا، هنبتدي ان شاء الله الحصه الجايه هنتكلم على العناصر الانتقاليه سواء كانت الرئيسيه او الداخليه. ماشي. في اي حد عنده سؤال قبل ما اخلص؟ ها شباب. تمام العفو. تمام. مين انقل عليه الهوست؟ ها مين انقل عليه الهوست؟ ماشي هنقل على خديجة. ماشي تمام يا ماشي يا حبيبي. تمام يلا السلام عليكم.